هاي بنات، ويلكم باك تو ماي شانو. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. كيف ما شفتوا في العنوان، اليوم غادي نديروا تيوتوريال، غنعلمكم ميك اب ديال حفله، ديال خرجه، ديال سهره، ديال كل شيء اللي ما غتعتمدي على حتى شي حد فيه، غتعتمدي على راسك وعلى الميك اب اللي عندك، وما غيكونش عندك مشكل من هنا للقدام ام شور. وفي نفس الوقت غادي نديروا Q&A question and answers، وغادي نجاوب على الاسئله ديالكم. حطيت لكم اسئله عاودي ماشي اسئله، حطيت لكم بوكس الاسئله في الانستغرام، فتوصلت بعد الاسئله اللي زوينين، وبعد يا الهي كارثه. هذا النوع ديال الميك اب انا كنديرو فاش ما كيكونش عندي الخاطر ندير مكياج. كيحتاج الميك اب زوين، براشز يكونوا برو، ولكن شويه ديال التكنيكس، يعني ماشي بشرط تكوني واو في الميك اب باش تطبقيه. غير اهم 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 حاجه انا ديما كنركز عليها، واي وحده كدير عندي دوره في الميك اب او كتبغي تاخذ من عندي نصائح، كنقول لها خدي براشز يكونوا جود كواليتي، يعني واخا يكونوا شويه غاليين لكن غادي تشوفي تحسن في الميك اب. اما البراشز اللي كتاخذوا من شي ان ولا اللي كتاخذوا من بزاف ديال البلايص كيكونوا بلاستيك او الشعر ما كيكونش طبيعي، ما كيعطيكمش النتيجه المطلوبه الزوينه. ضروري خاص يكون الشعر طبيعي، يكون يكونوا براشز جود كواليتي باش تشوفوا نتيجه، وغتشوفوا فرق. بزاف البنات كيقولوا لي لاحظنا فرق، البراشز كيلعبوا دور كبير في الاي شادو. خذوا براشز يكونوا زوينين. الله هاد المره الاضاءه تصدق، راني خففت الاضاءه في التليفون، خففت الاضاءه اللي فوق مني، ان شاء الله ان شاء الله تصدق. بالنسبه للمنتجات اللي غادي نستخدم غادي نخليها لكم في الفيديو باش تشوفوها اكثر وتكون واضحه بالنسبه لكم، وفي نفس الوقت ما نضيعوش الوقت في المنتجات ونجاوب على الاسئله ديالكم اللي خليتو ليا في الانستغرام. حاجه مهمه بالنسبه ليا في الميك اب اللي هي you have to prepare your skin before، فضروري من مويسترايزر وترطبي تحت عينيك وترطبي فمك، تهيئي البشره ديالك قبل ما تحطي الميك اب باش هكا يجيك ميك اب زوين، يجي ميك اب يكون كلين وتكون السكين ديالك مويسترايزد. في اخر فيديو حطيت على يوتيوب كندير في اخر فيديو حطيت لكم ستوري تايم، فشفت البنات كاتبه لي بقيتي ما ديري لنا ستوري تايم، كيعجبنا فاش كتبقاي تعاودي معانا، واي نوت قديما نعاود لكم الطرائف والاشياء اللي كتوقع. كذلك لاحظت ان عندي متابعات من السعوديه، فبليز بليز كتبوا لي نتوما من اي بلد كتابعوني فيه، سواء من الخليج، من اوروبا، من امريكا، من اسيا، كتبوا لي من اي بلد نتوما كتابعوني فيه، وانا راه كنسمع الاقتراحات ديالكم كلها. نحاول بعض المرات غادي تجيكم اللهجه ديالي شويه مستفزه، ولكن انا كنحاول نحيد اللغه الفرنسيه وندخل انجليش مع الدارجة المغربية باش تفهموني اكثر، وكنشوف اذا كان شي جملة ما غاديش تفهم، فانا كنحاول يعني كنحاول ما امكن تكون اللهجة ديالي مفهومة اكثر. بما ان الكوريكتر صح فاحنا ما نضيعوش، نحط شوية هنا. نسيت الاسئلة، خليني نقرا لكم الاسئلة. شي حد كيدق بلاتي، وصلني اوردر ناكل ونرجع لكم. انتوما عارفين النهار اللي كنصور فيه فيديو يوتيوب ما كانش حاجه سميتها نطيب ولا ناكل، فناكل باش نعمر الطاقه ديالي ونرجع لكم. جاني واحد السؤال، عاد بقيت بوش بي بوش بي، يعني بقيت مصدومه من السؤال ما فهمتش هذا اللي سولتني هذا السؤال، فين كان عقلها وفين كان مخها؟ شفتي اختي يديروني ترولات، بغيتي تدوريني في الجروبات ديال الفيسبوك؟ خاصكم انا ما كندخلش فيسبوك، عندي فيسبوك غير باش نحل به انستغرام ابس، لكن ما كندخلش الفيسبوك، ما كيعجبنيش وماشي من النوع اللي عندي جروبات وكندخل نشوف. الاخت العزيزه نقول لكم السؤال اللي سولات، ما فهمتش انا صراحه، حشمت انا، حشمت دابا نقول لكم السؤال، انا حشمت. اكثر حاجه مهمه 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 البنات قبل ما تديروا اي شادو هي تحطوا كونسيلر، او من الاحسن تحطوا لكم بيز اللي كتشد الاي شادو اللي بحال هادي. نشوف الى عندي دابا هادي اللي عندي انا من بيلويس، هادي بيز ديال
قبل الميك اب كتخلي الاي شادو يطول لاكثر مده ممكنه، ماشي بحال الكونسيلر. فما تخدميش الاي شادو والجفن ديالك دهني مزيت او ما مدموش مزيان، فانتبهي لهاد النقطه. هاتي فكرت مزيان، عندي هنايا باليت ديال ماك فيها الوان بينك، عندي هادي ديال ماريو اللي كان حماق عليها فيها براون كولرز، وقلت علاش لا ما نديروش تيتوريال بهاد النيو باليتس من هدى بيوتي. الله صيفطاتهم ليا، عطات ليا نزلات ماسكارا يمكن جديده، وهاد الكحل البراون والبلاك. قبل ما نبدا اي اي شادو كنحط لون انتقالي كنحدد به، لان عندي عيون مبطنه فكنحدد به شويه العين بهذه الطريقه. عاد من بعد كنبدا سواء غندير مثلا سموكي ولا غندير الوان بينك بيربل اي لون، كنستخدم هاد الالوان هادو اللي كيكونوا شويه نيود، كنحدد بهم الجفن. عاد كنبدا نرسم. السؤال الاول تيقول عمرك وصلتي لشي مرحله في حياتك جاك فرج الله اللي خلاك يرجع لك الامل تعاودي ترجع فيك الروح والايجابيه؟ صراحه انا من نهار قررت قرار انني نخرج من المغرب، تكوني اكيده من نهار كتقرري هذا القرار تكوني اندبندنت وتعولي على راسك، فاكيد غتواجهي مشاكل كثيره، لكن الحمد لله ربي كيدير ليها الحل. ودائما عندي ثقه في الله سبحانه وتعالى ان اي مشكل كنواجهه الا لسبب اللي غيخليني ننتقل من مرحله لاخرى. ما يمكنش تطلعي الدروج بلا ما تعتري، بلا ما تطيحي، بلا ما تعياي، شيء طبيعي. اي مشكل عنده الحل، ربي ما تيسد باب حتى كيحل البيبان. فانا ماشي متشائمه في الحياه، بالعكس كيوقعوا لي مشاكل يعني المفروض نتعصب ويطلع لي الدم، ديما كنقول فيها خير فيها خير فيها خير. عندي يقين 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 عالي جدا ان ربي اي حاجه دارها في حياتي الا فيها خير. وكتلقاو شي حوايج بسيطين بسيطين، مثلا حاجه تافهه كطلع لي الدم وكنتعصب وكندير حاله، والحاجه اللي كتستاهل انني نتعصب عليها ما كنتعصبش. خذيت هذا القلم هذا ديال هدى بيوتي الكحل، حطيت شويه نتفه 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 في هذه الجهه اوكي، ودمجتها ببراش. مهم دمجت الكحل مزيان، ومن بعد ما تخافوش هادشي كامل اللي مخربق راه غادي يتقاد وغيتمسح. حتى هاد الباليت ما فيهاش بزاف ديال الالوان ديال ماك، فيها غير الوان بيربل على بينك، فغناخذ هاد الدرجه هادي الغامقه بيربل من الاسود وغندمج. غادي نجيب براش، نجيب لون بينك فاتح وندمج بالداخل بينك فريمون فريمون فاتح. هاد اللون وهاد اللون، والكاميرا راه كتشفط الالوان بينهمش على حقيقتهم. دونك نكملوا في الموضوع ديال الاستحقاق، كيفاش ترفعي الاستحقاق ديالك. يكون عندك استحقاق عالي خاصك تحبي الذات ديالك اولا، you have to love yourself، تكوني شويه انانيه مع الناس ومع العائله، يديروا لك شويه ديال الحساب، عرفوا انك عندك راي وعندك قيمه وسط من الناس، وتشتغلي على راسك. شري كتبه، شري كتبه ديال علم النفس، كاين بزاف ديال البودكاست، كاين بزاف ديال الحوايج اللي غتسمعي في الاول ما تكونيش منتبهه ليهم، لكن غتسمعي غتقولي فعلا هاد النقطه فيا خايبه خاصني نبدلها. نعطيكم مثال براسي، انا في الاول كنت فليكسيبل، كنت افيليبل مع الناس، ما كنعكسش بزاف، يعني اذا كانوا البنات خارجين واخا انا ما كيسمحش ليا الوقت ديالي كنقول واخا، خصوصا ملي كيقولوا لي لا وخرجي معنا وبليز وهادي واخا. كانوا مثلا اتفقوا على شي بلاصه انا ما مناسبانيش وعارفه انها غتجيب لي المشاكل كنقول واخا، ما كنبغيش نخرج من الجماعه. بزاف ديال الحوايج صراحه قلت لكم كنت كندير فيهم اغلاط، لكن من بعد شخصيتي تبدلت كومبليتلي، وليت الا ضرتني شي حاجه كنقولها. الاول انا اكثر انسانه كنشد في خاطري، لكن كنسامح كنسامح كنسامح، وكتجي حاجه بسيطه كنقلب عليك ست تسعود، ما تفهميش علاش قلبت عليك، نخرجك من حياتي وما تعرفيش علاش خرجتك من حياتي، وتشز غلط. ف
فلازم الواحد يعبر، خصوصا الناس اللي كيعنيو ليه في حياته. ما كنقولكش انا لومي جميع الناس، حيت الناس اصلا ما مساليينش ليك وما مساليينش الدراما ديالك، لكن عارفي شكون اللي تلومي؟ الشخص اللي كيعني لك، الشخص اللي كتشوفيه يوميا، اللي كتبغيه، اللي كتقدريه وكتحترمي. فهداك اكيد الا دار لك شي حاجه خايبه ما عجبتكش، خاصك تعبري ان فلان هاد الحاجه ما عجبتنيش، باش مره اخرى تشوفي واش فعلا ركز ودار لك قيمه ومبقاش كيعاود نفس الغلط، ولا عادي عنده. الا كان عادي عنده مع السلامه، ما مستاهلينش هاد الناس يكونوا في حياتنا. لا يعني امور في الحياه كتعلمك صراحه، الحياه مدرسه، كتعلمي بزاف د الحوايج، خصوصا ملي كتدخلي ناس كتار في حياتك. كل واحد كيجي كيعطيك درس وكيمشي، كيقول لك يلا خليت لك هاد الدرس نشوف واش هتستافدي ولا لا. نقطن فيه ميك اب ريموفر وغنمسح بهاد الطريقه. شيمر بينك، تقدروا تختاروا شيمر بينك، تختاروا براون، تختاروا جولد، اللي حبيتو على حسب شنو لابسين. لابسين الذهب غديروا جولد، لابسين دايموند غديروا سيلفر، لابسين روز جولد غديروا روز جولد. اتس ا ماست يكون عندكم في الميك اب كيت ديالكم هذا اللون البينك من فانتي بيوتي، كيعجبني بزاف هذا، كنحماق عليه وغادي نحطه على هاد الجفن المتحرك. نيكست كويستشن كتقول شنو اكثر نوع الناس ما كتستحمليش ولا ما عندكش معاهم راسكم؟ انا كاع انواع الناس عندي معاهم. كيقولوا لي صحاباتي انت ما فهمناكش كيفاش مستحمله فلانه، انت ما عرفناكش كيفاش كتهضري مع فلانه، انت ما... انا كنت ماشي مع جميع انواع الناس الا نوع واحد. نوع واحد كيجيب لي التمام، كنتوافق مع جميع الابراج الا نوع واحد اللي انا ما كنستحملوش. نقدر نستحمل لك الكذاب والمنافق ونعطي على الجو ديالو، الا نوع ديال البنت اللي كيكون فيها الدلع الزايد. اخ 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 ما كنحملش هذا النوع، ما كنحملش هذا النوع. ما في داك النوع تيكون فشش على دارهم، كيخرج للمجتمع وكيبغي يتفشش عليك، كنكره هذا النوع. وناري شحال كثر عندنا هنايا فراسكم كيقول لك مغربيات دلع وما عرفت معامله. لا راه حنا ما شفتش فينا هادشي، حنا فينا رجوله. قليل 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 اللي كتلقاي بنت فيها انوثه، الا كتلقايها انوثه مع راجلها، ولكن تكون انوثه معاك انت يا ما كايناش. ولكن هنايا وو عرفتي فيهم واحد، يعني انا ما عرفتش هاد الحاجه زوينه ولا لا، ولكن انا ما كنستحملهاش. اي كانوت كي سواء كنتي بنت او راجل، نفس الصوت، نفس نبرة التون، نفس الحركات. وصراحة ماشي كلهم، ولكن واحد النوع اللي كيكون مفشش او مدلع عند دارهم بزاف، كيبغي يجي يدير عليك داك الدلع انت يطبقو عليك، انا ما كنقدرش. اي كانوت. مثلا نقول لك انا اللي ما كيعجبنيش تكوني خارجة مع شي وحدة، بحال الموقف اللي وقع ليا معاها. كنا خارجين وكانت هي ما عرفتش شنو كتشري، كتشري شي حاجه في المول، فيديها كان ما فيهم حتى شي حاجه، يعني فيهم داكشي اللي شراتو، انا ما شريت والو، ما هزت حاجه. تخيلوا شنو قالت لي؟ انا تعبانة شيلي عني شوي. تشرك حوايجي، قطع حوايجي، لحق من درت فيها هكا. قلت لها انا ملي كنتصدم، ملي ممكن يكون شي حاجه ما متوقعهاش، حتى داك الهضره باش نجاوب ما كتخرجش ليا كنبقى. ردت الفعل ديالي تماما 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 بحال الافلام الهنديه، عرفتي باش كيديروا بش بش بش، كيجيب لك الكاميرا من الفوق ومن التحت ومن الجنب ومن انا هكاك كنبقى دايره كيفاش 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 كيفاش. وقيله ما سمعتش، وقيلة وقيلة جاب لي الله. لا بلاتي لا بلاتي، واش واش شافتني؟ واش ليلى بغيتيني نتعصب ولا بغيتيني نقول لك شي كلمه ماشي هي هذيك حدا الناس اللي ما تعجبكش؟ هي عطيني الاوامر قدام الناس، قفرتيها غادي نتحول لتنين، فما غيبقى يخرج غير الدخاخن والعافيه. حيت كلنا مفشين في ديورنا، انا اكثر انسانه مفشه في الدار وانا صغيره، لكن ملي كنخرج انا ما كنديرش هذاك الفشوش على الناس، يعني كنحترم راسي. ما يمكنش انا نجي وحده ما كنعرفهاش ولا صاحبتي ونبقى نقول ليها هزي حطي عطيني.
هاد السؤال وصلني بزاف ولكن بطرق مختلفة. كيفاش نقدر حتى انا جو برون سوان دو موا هير سكين؟ ثانك يو سو ماتش لينيرجي اي لا دوسور زوينه. ميرسي بوكو. وصلني بزاف هاد السؤال ديال كيفاش نبدا نعتني براسي، وقتاش نبدا نعتني براسي وبالشعر وبالسكين. صراحه خاص يكون عندك قناعه ان الا ما اعتنيتيش براسك غيجي واحد الوقت غادي تقولي سي ترو طار، تبداي تعتني وتبززي على راسك تعتني بها من دابا، ولا غيجي واحد الوقت ما غتعرفي مناش تبداي. شنو بالك؟ هاد السؤال كيوصلني ماشي غير بزاف، كتر من بزاف، شي حاجه كتر من بزاف. من نهار بديت كندير هادشي في السوشيال ميديا والبنات كيسولوني خصوصا المتابعين الجدد، كيفاش مشيتي للبحرين؟ علاش مشيتي للبحرين؟ كي درتي مشيتي للبحرين؟ او ماي جاد. بعد ما كنبقى نسول راسي كنقول انا واش عايشه في الي، عايشه في نيويورك مثلا، راه غير البحرين راه ماشي شي حاجه صعيبه. ما عرفتش، انا ما بغيتش يكون الجول ديالكم هو البحرين ولا دبي ولا قطر، بغيت نتوما تشوفوا راسكم فين كتلقاو راسكم اكثر، وفين المكتب جابكم. الا جابكم المكتب الامريكان سيرو، جابكم الاوروبا سيرو، جابكم الخليج سيرو، ولكن ما تربطوش بان فلانه كاينه في بلاصه خصني حتى انا نمشي ليها. انا ما كانش عندي الهدف انني نمشي لاوروبا، كنت باغا نمشي لندن نكمل قرايتي، مي مني شفت انني ماديا ما نقدرش على تما كنسلت الفكره. ولكن ما كانش عندي فكره نمشي لاوروبا ولا المانيا وداك الجو ديال الاكتئاب، انا ما عنديش معاه. الا بغيتوا نصيحه اخويه، ففي الخليج شنو اللي كتلقاي اكثر؟ بنات كيخدموا في اوتيل كيكون عندهم ديبلوم ديال الفندقه، يا كتلقاي مضيفه الطيران، واخا دابا مع التطور ديال السعوديه الامارات وداكشي ولينا كنلقاو بنات خدامين خدامي مختلفه. قليل اللي كتلقاي مهندس خدام في الخليج، او طبيب خدام في الخليج، او شي كادر من الكوادر خدام في الخليج، حيت هادو كيفضلوا على انهم يمشيو لاوروبا ياخذوا الجنسيه يستافدوا من تما، عاد ممكن من بعد كيجي الخليج. الخليج راه كتبقاي خدامه 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 حتى كتلقاي راسك، خصوصا الدراري. ما البنات كتلقاي نصهم تزوجوا بخليجيين ولا تزوجوا باجانب واستقروا هنايا، لكن الدراري كتلقاي مسكين خدام. وحتى بعض البنات كيخدموا بزاف في الخليج كتبقاي خدامه 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 حتى كتلقاي راسك درتي 40 60 عام صافي، ما كيبغيوش يجددوا لك الاقامه، كيقولوا لك الله يعاون، وما كاينش تقاعد، وما كاينش بزاف ديال الحوايج كاينين في اوروبا. وانا دائما كنقول الا لقيتي فرصه، انا ما كانش عندي هذه الفكره، لكن كون رجعت شحال هادي كون درتها. الا لقيتي فرصه تمشي لاوروبا وديري جنسيه ولا امريكان وتقراي تما وديري فرص وتجي من بعد الخليج بباسبور الاحمر ولا باسبور امريكان، حيتاش كيكون عندك سالري احسن بكثير، كيكون عندك سالري بحالك بحال الاجانب، فاحسن. هذه الفكره ديالي، والله اعلم كل واحد يدير داكشي اللي مناسبه. الدراسة جاوني عليها بزاف ديال الأسئلة اللي ما عارفينش متابعين جداد، فأنا قريت هنايا في البحرين وأنا خريجة ديال البحرين أو الخليج، حيت جامعة أفرع ديالها في الخليج كامل. أنا فاش قريت ما كانش عندي هدف أنني نقرا باش يعني، ماشي شديت الباك وقلت نمشي نقرا في البحرين. أنا فاش جيت لهنايا قلت بدل ما نضيع الوقت وبدل ما تدوز واحد 7 سنين ولا 10 سنين من حياتي غير هكاك، خليني ندير شي حاجه اللي نستافد منها. والحمد لله الحمد لله الحمد لله قررت هذا القرار، حيت اصلا في هذوك العام الاول والثاني والثالث فاش كتجي لاي دوله كتكوني وحيده وما عندكش صحاب وما عندكش معارف وكتكوني قنطانه. فانا القرار الزوين اللي درت هي انني قريت. البنت سولتني هذا السؤال، صراحه ما عرفتش اش كتقصدي، زعما انا كنلبس ديالي حالته ولا كيفاش؟ How you upgrade your style. شوفوا كما تنقول لكم، ما حدك كتكبري، ما حد الافكار ديالك والقناعات ديالك كتختلف. فاكيد اكيد ملي كتكوني صغيره اللبس ديالك فاش كتكوني صغيره ماشي هو اللبس ديالك فاش كتكبري. دابا مع السوشيال ميديا راه شي كيعلم شي وشي كي انفلونسي شي. تعلمت ان نشري الحوايج بذكاء، ما كيهمش منين نشريهم، لكن اي حاجه شريتها ما نشريهاش حيتاش موضه، نشريها بذكاء. الوان يكونوا نفسهم، الوان نيود بلاك وايت جراي بوردو احمر، هاد الالوان اللي تايمليس، شي حيتاش كاينين في الموضه وصافي.
قبل ما نشري شي حاجه كندخل بينتريست او كندخل يوتيوب كنشوف واش عندي شي حاجه اللي نقدر نسقها مع هاد القطعه ولا لا. مثلا سكيرت كندخل كنشوف عندي توب كيشبه هذا، عندي هادي، عندي هادي، كنشوف واش هاد القطعه هادي بزاف الحاجات كيناسبوها ولا غير حاجه وحده. هذيك الساعات كنقرر نشريها ولا لا. كنختاروا الحوايج لي تايمليس اللي ما عندهمش وقت، اللي غتلبسيهم هاد العام العام الجاي بعد 10 سنين. كذلك ومثال براندز، منين غتشري شي ساك اول مره براند ولا وات ايفر، اول مره 10 مره، دائما ما تاخديش الساك اللي على الموضه، واخا تكوني مليارديره واخا تكوني مليونيره عارفي فلوسك فين تحطيهم. صباط وكذلك خذي الحاجه اللي غتلبسيها ولا اللي غتحتفظي بها وتخليها لولادك ولا بنتك. غادي ندير هايلايتر في الكورنر حيت حنا قلنا هاد الميك اب ديال الليل ديال عراضه سهره عيد ميلاد شنو ما كان، فغير حتى شويه حيت بالليل شويه ديال الهايلايتر. فين كتشوفي راسك من هنا لخمس سنين؟ صراحه هاد السؤال باش انا نخطط ولا نفكر في المستقبل حيت ما عارفينش واش غادي نحيا ولا لا، لكن كنتمنى خير، كنتمنى لراسي اي حاجه فيها الخير. كنشوف راسي في دار احسن ماديا، نكون احسن من دابا، بزنس ديالي ماشي، بزنس كيحل بزنس كيحل بزنس، هادشي اللي كنخطط وان شاء الله يكون خير. احنا كنقولوا بغينا بغينا والله كيقول شنو بغى، الا فيها الخير راه كيعطيها لكم، فيهاش الخير راه كيحيدها لكم. وانا كنتمنى اي حاجه فيها الخير. دائما كنقول دعاء اللهم اني وكلتك امري فكل خير وكيل، ودبر لي امري فاني لا احسن التدبير. صافي وكنوكل امري لله. كنخططوا كنقولوا بغينا هادي وهادي. واو شوفوا الماسكارا حبيت، شوفوا واو. عرفت واش نخلي عيني هكا ولا نزيد لها شويه ديال الكحل براون؟ دائما في الليل يجي الكحل حسن. نايس، كون درت عدسات غيجي حسن. كوكين اور كلينين؟ كيعجبني كلينين كتر، كيعجبني نجبد الركاني، كيعجبني نستف، كيعجبني ننظف. طياب يدي بنينه فيه الصراحه، الحمد لله الحمد لله، ديما كنطيب شي حاجه كنبقى ندير شكرا 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 يدي شكرا الله يخليك ليا. كنعرف نطيب مملحات الطواجن داكشي ديالنا المغربي الاصيل. ليات فاشله، فاشله ما تعلمتش، ما كرهتش ندير شي كورس نمشي نتعلم سباغيتي وداكشي ديال هشك بشك كنعرفش ليه. شنو الحلم اللي حققتيه وفرحك بزاف؟ انا ما عنديش احلام، انا عندي اهداف، فاي هدف كنحققو اكيد كنفرح فيه، ولكن ماشي بزاف. ديما عندي هاد العتاب مع راسي، ما كاينش حاجه اللي كتفرحني بزاف، كلشي عندي عادي عادي عادي. ياك قريت وديك 4.5 سنين دازت عليا بحال العذاب، بخلاصها بقرايتها بعذابها بالسمستر ديالها، كنت كنقول نهار غنتخرج غندير وغنفرح وغنفعل وغنترك. عادي نهار تخرجت عادي. بزاف كتسولوني على هاد ليبستيك، سولتوني على ليب كومبو في التعاليق في الفيديوهات اللي فاتوا، فانا اكثر ليب كومبو كندير هو هاد ليب لاينر من ماك درجة كورك، وهاد الليبستيك من نارس سميتو سويت ديسبوزيشن، هذا كنحط الكلاينت كلهم كيعجبهم. هذا حتى هو بين اكثر الاسئله اللي كتجيني هي واش ما كتحسيش دونت يو فيل لونلي سام تايمز بما انك عايشه بوحدك؟ اكثر قرار ما عمرني ندمت عليه هو انني نعيش بوحدي، كنستمتع بالعيشه بوحدي وبالهدوء وبالاستقرار وبالسكينه، وما كاينش اللي يصدع عليك راسك، وكتفيقي الصباح ما كتلقاي حتى شي واحد مكمر لك في وجهك. كنعشق هذا الشعور، واي وحده بغات تشعرو الله يعطيه ليها، الله يرزقك بهذا الشعور اللي كنشعر به. كاين النوع اللي كيعجبو العائله واللمد العائله وما يقدرش يتفارق على العائله، وخا العائله على العين وعلى الراس، لكن انا من النوع اللي كيعجبني نعيش بوحدي،
كيعجبني بيتي بوحدي، كوزينتي بوحدي، داري بوحدي، كيعجبني نفيق في الصباح ما نقولش صباح الخير حيت ما فياش اللي يقول صباح الخير، نهضر الشتا وكان يقولها لي راسي. انا حاليا كنستمتع قدر المستطاع العيشه بوحدي، غيجي واحد الوقت اللي غنفتقدها وغنبقى نقول يا ريت كنت بوحدي، يا ريت درت هذه، يا ريت درت هذه. فلا ما بغيتش انا نحس هذا الاحساس. تجربتي مع رقيه فهد، الصراحه هذيك الرقيه جربتها، كاين بزاف كيخوفوا منها، لا كتقتل، لا ما عرفت شنو هي اصلا رقيه، راه فيها غير كلام الله ما فيهاش شي حاجه، فيها غير معوذات وبعد الصور وصافي. واصلا خاصنا اقتنعت ان كلنا مع هاد السوشيال ميديا ومع هاد الشيء كلنا خاصنا نحسنوا راسنا بالرقيه فهد ولا بغير فهد. بعد ما سالينا الميكاب غادي نوريكم واحد الشده ديال الشعر ديروها بلا ما تمشيو للصالون، بلا ما تصايبوا شعركم، بلا ما تعذبوا، غنوريكم واحد الشده تشكروني عليها من بعد، زوينه كتصلح سوا عندك اجتماع. تمشي خرجه زربانين ما فيكم اللي صايب شعركم ولا اللي قاد ولا اللي يدير بلو دراي ولا اللي خرج على شعركم، فغنوريكم هاد الشده هادي غادي ترحموني عليها. تحتاجي هاد لاستيكات هادو، علاش بلاستيك؟ باش اصلا ما ينتفوش لك الشعر، كتجمعي بيهم ملي كتسالي وكتجي للدار كتقطعيهم بالمقص وسالينا. ديسبوزابل يعني كتستخدميهم استخدام واحد. جي شيته ديال السنان وغتحتاجي جل. كيف تاكدوا ان هذه جات في النص، شوفوا نتوما الا كاينه سبكم الفرقه في النص ولا لا، الا لا حاولوا ديروها في الجنب ولا فاش ما كيريحكم. نشد النص شعري كامل ياك، غنجمعوا الفوق، قسموا الشعر على جوج، غتشدوا هذا الطرف من هذا الجنب يكونوا بحال بحال. نشوفوا هاد الشده هذه اللي كتعطيكم الصح بهاد العينتين، الا كانوا عندك عينك نازلين ومبطانين كتصلح بزاف حتى في العراسات باش كتباني شباب. حاولوا هذا يكون مجموع باش ما يتشدش لكم وتعقد مع اللور. مهم في النص بجوج اوكي، ما يكونش في الجنب، هذا هو اللي كيعطيك الصح بهاد العين. شوفوا انا راه جبتو للجنب، حطوا هاد البلاصه هذه اللي صايبتو، صوبوها مزيان تتجي متناسقه كذلك. هنايا غادي نجيبو هاد لابارتي هادي اللي جمعنا، هي اللي غادي نجمعوها، فهي خاصها تكون مرتبه مشطوها، وغتجمعوها مع نفس البارت ديال الشعر اللي جمعتوها من قبل. اوكي غادي نجيو حتى هي نقادوها بالجل باش ما يبقى لنا حتى شي حاجه، تجيو نيت فعلا 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 كلين جيرل، وما حتى شي حاجه ما طايره للسما. انا راه قلت لكم نقطع القصه صغيره فالشعر ما مرتبش كيف ما قبل. تمام، تقدروا تخليوا شعركم هكا وتصايبوه ويفي يجي زوين ويجي مطلق، لكن انا غادي نجمعو، جمعتي كلشي مع بعضياته ما غاديش يجي زوين. اوكي فدابا انتي عاوتاني عندك other choice، تقدري تصاوبيه ويفي ويجي بحال بان وفيه وشعر سليك وويفي، تقدري هاد البارت حتى هي تلعبي بها ديري ليها ضفيره، انا تشوفوني غندير ليها ضفيره. تدري ليش ازعل عليك عشقك واموت فيك، تترك الخاطر بدوني ويسرق قلبي وجهك. شوفي بنات الا كنتو خدامين مثلا الصباح راه مش تصلح، تقدروا تخليوها هاد الطويله هكا الا كان شعركم طويل اوف كورس، تقدروا هكا تخليوها. سينو انا اش كندير كنحاول نحلها شويه باش كيجي فيها. في اسهل من كده، شوفوا على اناقه وعلى ترتيب، وطبعا غتجيبوا الجل عاوتاني وغادي تصوبوا هاد التحت، هاد التحت هكا باش ما يبقاش مشنتف طالع للسما. عجبني بلاتي دابا نلبس لكم في راسكم، جاتني واحد الفكره، البس لكم فستان سهره نديروا راسنا خارجين وتشوفوا كيفاش غادي يجي اللوك. او ماي جاد، انا كنت معروضه كنت غادي نلبس اكسسواريز في السيلفر، وكنت غادي ندير بادي اويل ولا فاونديشن ولا شيمر باش يجي هاد البلايص يجيو كيبريو. او ماي جاد،
هنا درت الاضاءه اكثر كي جاكم ميك اب سو كلين اي لاف ات. انا هذا الميك اب ديما كنعتمدو فاش كنكون ما عنديش وقت او بغيت شي حاجه تكون كلاسي وخفيفه ديما كندير هذا. لا مع ما كانش كتبان. شوفوا دابا glitter very nice. انتم الصحافه هيك وسولتوني على الدريس داكشي. انا انطلالتك اليوم بصراحه اطلالتي من الفستان من فالنتينو واللي قبله كان من اليسا عب. هلا شوي راح تشوفوه. الهير ستايلست من عند منير والميك اب من عند ندى قادي ميك اب ارتست كثير معروفه بالخليج. حبيت مكياجها كثير حلو وناعم وغير هيك وجهي للاحلى والاحسن. والكعب من جيمي شو. هيدا الكعب كثير انا بحبه لهيدا الكعب. شنطة ما عندي شنطة سرقولي اياها. لا راح البس لكم الفستان الثاني كنت شريته بس ولا عمري لبسته. هي هادي شمن اللغة لغة ديال الضيعة. الفستان الثاني كثير حلو بس عمري ما لبسته بصراحة. بلبس لكم اياه لأن متأكدة ما في مناسبة جاية. خليني البس لكم اياه مدامني لابسة وحاطة ميك اب. شوفوا هاد الدريس. هاتي نوريكم شحال ساعة تقولوا لي بسم الله الرحمن الرحيم سيري نقسي. شوفوا هاد الدريس شحال خا طيب الصراحة واعر خاصو غير يتسانتر عليا شي شوية بغي يجيني ناضي. هانتوما الشي ديال نجوى كرم. شوف شو هيدا يلي قبالي وجهك ولا قمر اللي اللور البنات انا ما سديتوش باش ما نحلش فيه ولكن من اللور بوعر غزال. anyway يا اعزائي الحلوين كنتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم واستمتعتوا معايا وانتم كتفرجوا فيه. باي ذا واي هذا الميك اب كيف ما جا مع الدريسز غيجي حتى مع القفطان مع التكشيطه وات ايفر. ان شاء الله تكوني غاده حتى لا ماشي الخدمه ولا بهذا الميك اب لكن نفس الهير ستايل شويه ديال الميك اب وغنكون فتك في هذا الفيديو. عجبتك ولا ما عجبتكش وخاصك حتى انتي تعجبيني بشي لايك. شفتكم ملي ما كنقولهاش لكم ما كديروهاش ديري لايك ديري لايك اش خاسره راكي. الا درتي لايك كتشجعيني انا باش نبقى نصور لك ديما فيديوهات والفيديوهات ديالي كيشوفوهم ناس اخرين جداد. ما تنساوش ديروا سبسكرايب حتى هي كتنساوها وغنخلي لكم حساباتي كاملين ديال السوشيال ميديا في الديسكريبشن بوكس. تيك توك انستغرام سناب شات كلهم غنخليهم لكم في الديسكريبشن بوكس اللي هو صندوق الوصف. ما سخيتش بكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله الاسبوع الجاي. مع السلامه. باي باي.